شاهدوا أحدث ظهور لملكة جمال لبنان ندى كوسة، تلقت هدية ثمينة، وهكذا كانت ردة فعلها. لا تزال ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسة تتصدر حديث المتابعين بعد فوزها باللقب، إذ يتابع الجمهور تحركاتها ويرغبون بمعرفة المزيد من الأخبار عنها. وفي الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع فيديو يظهر أحد الظهور لندى كوسة، حيث كانت في أحد مراكز التجميل وحصلت على هدية قيمة، وهي عبارة عن باقة ورد ضخمة كتهنئة لها بفوزها باللقب. وبدت ندى في الفيديو سعيدة للغاية، وشكرت كل من هنأها، معبرة عن سعادتها الشديدة وواعدة بأن تمثل بلدها لبنان أحسن تمثيل. أول شيء كتير مبسوطة، بعد ما لحقت استوعب شو عم بيصير، بعد ما فهمت كل شيء. وفي وقت سابق كان تصدر السؤال الذي طرحته ملكة جمال لبنان السابقة وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق على الشابة ندى كوسة خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قيل إنه كان السبب في فوزها، علماً أن السؤال كان قد طرح في وقت سابق في السنوات الماضية. وفي التفاصيل، سألت جورجينا رزق الشابة ندى كوسة عن الاسم الذي تختاره من بين المتسابقات لتكون ملكة جمال لبنان 2024، فقالت ندى إنها ستقوم بتقسيم التاج على جميع المشتركات كونهن تستحق اللقب، ليتم بعدها انتخاب ندى كوسة ملكة لعام 2024. هذا السؤال أعاد الذاكرة لعام 2012، وتحديداً مسابقة ملكة جمال لبنان، حيث تنافست رينا شيباني وشقيقتها رومي شيباني على اللقب، فسألت جورجينا رزق السؤال نفسه لرينا التي اختارت شقيقتها للفوز باللقب، ولاحقاً تم تتويج رينا ملكة وشقيقتها وصفة أولى. أنت قاعدة محلي، مين بتنقي تكون مس لبنان؟ أختي. تعرفت على البنات منيح خلال ما بعرف قديش قعدتوا مع بعض وتعرفتوا على بعض. معلش بدي أحرجك شوي، بس مين بتختاري بيناتهم تتكون مس لبنان؟ من هنا انهالت تعليقات المتابعين على أن السؤال متداول سابقاً، كما أنه كان السبب بفوز ندى كوسة على غرار ما حصل مع رينا شيباني في العام 2012. وفي وقت سابق كانت أطلت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي في بث مباشر على حسابها عبر تيك توك، تحدثت فيه عن كواليس انتخابها وما تمر به المتسابقات قبل الحفل، بالإضافة إلى مصير التاج الذي يتم تسليمه للملكة. أول شيء كتير مبسوطة، بعد ما لحقت استوعب شو عم بيصير، بعد ما فهمت كل شيء. وفي التفاصيل سئلت مايا عما إذا كانت الملكة المنتخبة تحتفظ بالتاج بعد انتخابها، فقالت أنا لم يتم تسليم التاج، فبعد انتخابي بربع ساعة فقد التاج في الكواليس ولم يعرف أحد ماذا حصل، ولم أضع التاج سوى 5 مرات طيلة فترة انتخابي. بس أنا ربحت I didn't keep the crown at all، يعني ولا مرة فات الكراون عبيتي. بس ربحت دغري مشي ربع ساعة فتت باكستيج راح الكراون، حدا أخده ما بعرف شو كان عم بيصير وما شفته، يعني رحت على البيت بلا كراون. ساش yes that's it. بس رجعت لبسته بكم إيفنت، وبتذكر إنه كان في 2 models من الكراون، one was the real diamond the other one was like a zircon like not real diamonds just for safety. بس بيناتنا بحس انه كان كله مش real diamonds، كان pure marketing. و there was one crown that عملوه super expensive، بدري قديه كان حقه. Apparently it was a lie انه ما كان معي for security purposes. None of this was real و I never had the crown. لبسته يمكن maximum 5 مرات بصراحة. I didn't want to wear the crown لأنه I felt like it was too much. Going inside a charity organization, a Red Cross, with a crown is not humble, it's